دعم تقني مجاني وقروض مالية بفائدة 0% للمؤسسات الصناعية، والهدف الحد من التلوث. بهدف تحسين الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية اللبنانية، قرض خاص من وزارة البيئة وبفائدة 0% للمؤسسات الصناعية يلي بدها تقوم بمشاريع بيئية فعالة ومستدامة، وهذا ضمن مشروع ليباب لمكافحة التلوث بلبنان. صار في هلا المصنع إذا هو بده ينفذ أي مشروع بيقدر ياخذ قرض مدعوم ب 0% فائدة لا ينفذ هالاستثمار، فينا نسميه استثمار أخضر، فينا نسميه استثمار بيئي، فيها تكون محطات لمعالجة الصرف الصحي المياه، بيقدر يكون فلاتر لمنع تلوث الهواء لتنقية الهواء، بيقدر يكون لتخفيف استهلاك الطاقة. القروض هي على 7 سنين مع احتمال تاخد 2 سنين فترة سماح. بيقدر المصنع يبلش يجي يراجعنا يحكي معنا لنقدر نشوف نحن وياه شو هو المشروع، من بعدها بده يروح على المصرف التجاري اللي هو بحب يتعامل هو وياه، من بعدها الملف بيروح على مصرف لبنان. بالإضافة لدعم وتمويل مصرف لبنان، هالمشروع ممول بقرض 15 مليون دولار من البنك الدولي وهبة 3 مليون من وكالة التعاون الإيطالي. ما في سقف للإنفستمنت، بيقدروا ياخذوا أي رقم، فينا نبلش من 40 50 ألف دولار أو 20 ألف دولار لملايين دولارات. أي مصنع مهتم بحب يعمل استثمار بيئي، بحب يحسن الوضع البيئي عنده، بيقدر يتواصل معنا على وزارة البيئة. المؤسسات أيضا بيقدروا يستفيدوا من ليباب ليحصلوا على مساعدات تقنية واستشارات لتحسين أدائهم البيئي.